الإعلامي معتز الدمرداش من أسرة فنية بامتياز، يعني الأب مخرج كبير، خليني أقول الأب علامة في الإخراج التلفزيوني في بلدنا، والأم ممثلة قديرة، وخليني أقول إنه لها مكان ومكانة لا ينازعها فيها أحد. ليه ما مثلتش يا أستاذ معتز؟ والله الحقيقة أنا ما فكرتش خالص إنه أنا لازم أشتغل زي ابويا وامي ما بيشتغلوا، يعني الجو ده يعني او الفكره دي ما كانتش مطروحه قوي في بيتنا. ما اصل لو هتمثلي حاجه من الاثنين، يا اما يبقى عندك رغبه شديده جدا وشايفه في نفسك انك موهوبه، يا اما الحاجه الثانيه ان اهلك يعني يدفعوكي دفع ناحيه المهنه بتاعتهم زي ما بيحصل في بعض المهن اللي موجوده في مصر من غير الدخول في تفاصيلها يعني. ولا لقيت ان انا ابويا الله يرحمه بيشجعني على كده، ولا امي ربنا يديها الصحه وطوله العمر، انما كان دايما بيقولوا لي اعمل اللي انت عايزه او انت شايف كده. فانا لما اتخرجت ودخلت كليه الاعلام واندمجت في المجتمع الصحفي والمجتمع الاعلامي في مصر وخارج مصر، استهوتني قوي المهنه بتاعتي. يعني وانت صغير ما كانش نفسك تبقى ممثل؟ لا بصراحه خالص يعني. طيب احنا كلنا شفنا عدد من الافلام اللي موجوده، وكان معتز الدمرداش بقى فيها ضيف شرف، بيلعب دور الاعلامي يعني. بتبقى مقدم يعني البرنامج او المحاور يعني بالظبط. انما مش كتير مننا شافوها بيمثل. واضح ان هو مره قال اجرب او حد غصب عليه. بس في مشهد من فيلم شقه الاستاذ عليوه. انتوا جبتوا لي تاريخي الاسود. كان الاستاذ كان استاذ معتز الدمرداش بقى مش محتاج ريجيم ولا حاجه، كان رفيع جدا. كان مسبسب. وكان بيخطو خطوات في الفن هو اللي قرر انه ما يكملهاش. خلينا نشوف المشهد. يا اخي خليك زي كل شيء في حياتك لازم يكون واضح. وايه يعني؟ ما هي ماما عارفه ان انا بحب داليا جارتنا ومن زمان. ومين قال لك بقى ان ماما فرحانه بيك؟ طب دي مقتنعه ان داليا هي اللي فقدتك وخلتك ما تجيبش مجموع في توجيهي وتدخل كليه الطب اللي كان نفسك فيها. الحب عمره ما بيدفع الانسان الوحش، بالعكس ممكن يكون دافع قوي جدا لتحقيق الاحلام. ما هو واضح. انا مثلا اعمل ايه؟ انا ذاكرت كويس جدا بس كل واحد وله قدرات محدوده. وما تنساش ان مهنه التدريس من اسمى المهن. يا سلام، من اسمى المهن؟ ولا عشان الدروس الخصوصيه يا اخويا؟ حكم انت طول عمرك زي المنشار وخصوصا في الفلوس. فكرتوني بالذي مضى ولا حاجه. لا شوفي، شقه الاستاذ عليه، شقه الاستاذ عليه، وده الفيلم الوحيد اللي انا عملت فيه دور زي ما انت شايفه كده، دور شاب بيكون نفسه وبيشتغل بعد فتره المدرسه بيحاول يعمل دروس خصوصيه علشان يقدر يتجوز. وكان من افلام التلفزيون، وكان بطوله استاذ صلاح ذو الفقار ربنا يرحمه طبعا، الفنان الكبير استاذ ليلى طاهر. استاذ احمد سلامه اللي هو فنان كبير برده كان طالع في دور اخويا. بوجه له التحيه طبعا من خلال برنامجك طبعا. اكيد فنان كبير. ما حسيتش نفسي ان انا عايز اكمل كممثل، ورجعت اصل التصوير كله كان عباره عن شهر يعني، ورجعت لمهنتي اللي كنت بمارسها وكمذيع وصحفي ومراسل واندمجت تماما. طب دلوقتي لو اتعرض عليك دور درامي بجد يعني وحلو، ما هو بصي دلوقتي غير زمان. يعني ايه زمان؟ كان في جو ودلوقتي جو تاني. اول حاجه هقولها لهم دلوقتي، أيوة. تدفعوا كام؟ لا يا راجل. السبوبه فيها ايه؟ اصل دلوقتي هو يعني فاهم ازاي؟ طول عمرك مش مادي. لا مادي ايه؟ بصي هقول لك على حاجه. لا انا 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 عملت دور، بس مش دور ممثل، برضو دور محاور مع صديقي حزلقوم. حزلقوم ده انا دايما بحاوره يعني، حاورته كذا مره. لا انا بكلم لو دور يعني. ما هو في ناس ممكن تبقى الاجابه قاطعه بلا. انما في ناس يقولوا والله يعني انا معترض دلوقتي، بس لو جات لي حاجه انا احبها هعملها. هقول لك على حاجه، الاجابه الحقيقه يعني اللي هي جايه لي دلوقتي كده وانا قاعد معاك يا منى. أيوة. اني هعملها. همثل. وقولي لي ليه؟ لاني لما بشوف ابويا الله يرحمه الاستاذ نور الدمرداش المخرج والممثل المعروف
في افلام الابيض واسود زمان وهو طالع كده بيوقع ما بين عبد الحليم حافظ وصباح وعارفه دور الفيلم او رشدي اباظه وسعاد حسني وبيطبخ صينيه المسقعه وبيعمل الحاجات اللي بيعملها وبقعد اضحك جدا واشوفه وانا مبسوط جدا بقول والله الله يرحمك يا بابا انت سبت لي تراث وسبت لي ارشيف بقعد بتفرج عليه وبستمتع وبفتكر ايامك الحلوه وربنا يرحمك ويحسن اليك. يعني مرة تانية أعمال نور الدمرداش في الدراما التلفزيونية هي خليني أقول أسست للدراما التلفزيونية في مصر وده مش عايز أقول أجيال اللي بيقرخ للدراما التلفزيونية يعرف الموضوع يعني ده كويس يعني أنت ما عندكش مانع؟ لا ما عنديش مانع. طيب ولو تعرض عليك دور تحب تلعب دور كوميدي ولا تراجيدي؟ انا بميل يعني في شخصيتي مش للتراجيديا قوي انا بميل للكوميديا اكتر والحاجات الادوار اللي هي الخفيفه الكول دي اللي هي ممكن تبقى يعني كده تدخل نوع من البسمه او البهجه على الناس بدل تراجيدي لا ما افتكرش. طيب الحقيقه انه معتز الدمرداش من ناس قليله ابناء مشاهير قدر يخرج من الفخ ده او الورطه دي. معظم أبناء المشاهير تحديداً لما يبقى الأب والأم متحققين جداً في مجالاتهم بيبقوا يا إما بيحاولوا يمشوا في فلك الأهل أو بيصابوا بلعنة شهرة الوالد والوالدة. أيوة أنت من نماذج قليلة جداً أنت عملت خط في حياتك مستقل عملت نجاح مستقل عملت تحقق مستقل وما عندكش العقد دي. في ناس أنت عارف عندها أزمة نفسية كبيرة في نجاح أهلها. انت ده مش يعني ملوش اي اثر في حياتك. الكلام ده على فكره كلام بيبسطني جدا لما اسمعه لان طبعا انا ما اقدرش اقوله انا شهادتي في نفسي مجروحه انما طالما طالع منك انا مبسوط قوي انك انت بتقولي كده واحب اقولك ان الفضل في كده يرجع لاهلي هم اللي عملوا مني كده لان هم كانوا طول عمرهم في سنوات النشأة الأولانية يعني كان أنا فاكر والله العظيم يعني حوارات دارت كتير جدا بيني وبين والدتي كانت بتكلمني فيها عن الغرور وكانت بتقولي إن أنت لو اتغريت قالت لي خلي بالك أنت عندك مقومات إنك أنت ممكن تبقى يعني كنت لسه شاب بقى وشايف نفسي وكده وكنت طالع من الأوائل على الكلية وكان كنت معيد في الكلية وكنت بشتغل مذيع في الأخبار في التلفزيون ساعتها ما كانش فيه غير هما محطتين يعني هتتشافي مش بس على مستوى القاهرة ده على مستوى مصر كلها فشاب ومشهور وكده فقالت لي إياك والغرور ده بداية طريق الفشل لو عايز فعلا تبقى ناجح خليك واثق في نفسك بس خليك متواضع خليك قريب من الناس. فاستغربت لقيت رسالة كده اتقالت لي من ماما في وقت من الأوقات ومشيت بيها على طول. طيب خليني بدون أي تحيز ولا مجاملة لضيفنا خليني أبص تحية واحترام للقديرة المحترمة العظيمة كريمة مختار التي تمثل كلاما وصمتا. هي في البيت وانت صغير في صوره لطيفه جدا ده انت كانت هي دايما بتطلع في دور الام الحنونه هي كانت حنونه لدرجه ان هي مدلعاك ولا كانت يعني لا قاسيه؟ شوفي انا مبسوطه قوي انك انت قلتي لي السؤال ده ليه لان لو تفتكري الدور بتاع ماما نونا ايوه اللي هو كان في رمضان فيه حماده عزه الحقيقه الدور ده عمل لي انا شخصيا مشكله كبيره قوي لان كل الناس كانت متصوره ان ماما كريمه اللي هي ماما كريمه مختار اللي هي عندها معتز وعندها شريف وعندها هبه ما احنا ثلاثه اصلا هي ماما نونة اللي دلعت ابنها لدرجة ان هو خرج عن كل الاعراف والتقاليد والقيم اللي هو الاستاذ الكبير يحيى الفخراني طبعا الحقيقة اللي كان الاجابة انه لا ماما كريمة مش هي ماما نونة وده دليل على ان ماما كريمة بتمثل كويس لان هي لو ماما نونة كان زماني انا ضعت زي يحيى الفخراني زي حمادة بس والله انا ده في ناس كانت بتكلمني تقول لي عاملين لي الرنه بتاعت حماده عزو بتاعت حماده عزو
ولما كنت اروح مثلا اي مناسبه يعني مثلا بروح اجامل الناس في فرح او حاجه الفرقه بتاعه الفرح تعزف لك تعزف لي حماده عزه وهشام عباس نفسه كنت في فرح مش فاكر كان فين غنى لي حماده عزه يعني تخيلي انا رحت بدل ما يغني للعريس والعروسه غنى لي انا حماده عزه كسفني بس طبعا دي محبه وانا كنت سعيد جدا بيها. لا يعني قولي يعني اخذت علق وانت صغير؟ ده كتير. لا والله. علق طبعا وانا صغير وبعدين لو حصل ان الموضوع وصل لمرحله التصادم عندها بقى طريقه حلوه جدا انها تقمعك تماما. ازاي؟ كانت بتضرب كده بس مش قادر طبعا اقول فين، كانت بتضرب في حته صعبه. ومعتز ولغاية دلوقتي خلي بالك اللسعة دي فاكرها يعني عارفة يعني أنا كوني بقول الكلام ده دلوقتي إن الموضوع ده معلم معايا ساب بصمة في حياتي. والله أنت ضليت طريقك للإعلام، أنت كفروا تعمل ستاند أب كوميدي أو تكمل في الجو. يعني انا حاسه ان انت مقموع، يعني انت قاعد يعني انا كل ما اتخيلك دلوقتي انت لا مقموع انت كده منطلق. انا فعلا مقموع. طب مقموع من ماما كريمه ولا مقموع من المدام؟ انا سمعت خبريه ما اعرفش صح ولا لا. صحيح المدام بتغير عليك قوي يا معتز؟ بتغير عليا زي اي زوجه في الدنيا، مش قوي يعني قوي ده يبقى احنا دخلنا في مراحل كده، انما هي بتغير عليا وانا بغير عليها. فاهم قصدي؟ لانه لما بيكون في اتنين بيحبوا بعض من وجهه نظر يعني بيبقى في قليل من الغيره كده، بتحط بهارات على العلاقه بتخلي العلاقه ليها طعم وجميله. لو هي ما بتغيرش عليا خالص وسايباني على حل شعري مثلا واي حد يكلمني وانت عندك استعداد ولا بتاع، لا انا ما عنديش استعداد. انا هو قاعد مؤدب وكويس ولا انتوا رايكم ايه يا جماعه كده؟ انا عندي استعداد ها تمام. طيب فانا بشوف ان ده يعني حاجه مش وحشه خالص، يعني بشوف انها مش وحشه. هي بتغير عليا فعلا وانا كمان بغير عليها والعلاقه متوازنه. يعني الغيره المقبوله زي ما بيقولوا مقبوله. بس لازم اقول لك حاجه عشان بس احقاقا للحق، احنا لما بنكون مثلا ماشيين في اي حته بجد يعني وفي طبعا ناس جمال جدا ساعات بيقولوا لي عايزين صوره معاك، عايزينك يقفوا يكلموني في موضوع على اساس ان انا يعني هحل المشكلات كلها، ربنا يقدرني طبعا. بلاقيها هي اللي واقفه بتصورني، وخصوصا لو حد لو بنات او ستات وما عندهاش اي مشكله خالص خالص. مشكلتها الوحيده لما بتحس، ما انت عارفه بقى، فاكره نجيب محفوظ الله يرحمه في زقاق المدق لما كان بيتكلم على حميده وكان بيقول لك راحت في حته كده وبصوا لها بنظره غريزه المراه تجاه المراه، الستات كده بيحسوا ببعضيهم. فلما تحس كده ان في ست واخده بالك ازاي، هي معجبه، هي تتصور، هي عايزه تتكلم كلمتين بس مش مرتاحه لها. حلمك الاعلامي ايه وحلمك الشخصي؟ طيب نبدا بحلمي الشخصي. نبدا بحلمي الشخصي. انا طبعا نفسي جدا جدا ان ربنا يوفق شريفه ونور ولادي حبايبي وهم بنتين زي الفل، وان شاء الله ربنا يحميهم ربنا يسهل كده واشوفهم في احسن حال وربنا يوفقهم وينجحوا في حياتهم ويبقوا زي ما امي وابويا علموني، يبقوا ناس محترمه في المجتمع ويبقوا ناس يعني متواضعه وايجابيين وبيحبوا الناس اللي حواليهم ويبقى ليهم في كل شيء ايجابي وكل شيء فيه خير ليهم ولمجتمعهم. ده بالنسبه للاسره، وطبعا مها مراتي ربنا يديها الصحه ويوفقها وتبقى دايما تفضل زي ما هي كده، لانها يعني انا بعتبر ان هي انسانه عظيمه جدا وانها ليها دور كبير جدا معايا، وانا ما اعرفش بحس انها كمان صاحبتي وصديقتي مش بس زوجتي. فبتمنى لها كل خير وببعت لها تحيه كبيره قوي من برنامجك طبعا. أكيد يعني اكيد واحنا كمان بنحييها. بشكرها على كل حاجه عملتها معايا يعني.
على المستوى الإعلامي. على المستوى الإعلامي بقى أنا نفسي إن إحنا نوصل لمرحلة إن إحنا يعني نفتح التلفزيون أو نتابع الإعلام، نشوف إعلام يحترم المشاهد، إعلام يبقى له مصداقية، أصدق كلام اللي بيتقال لي. على المستوى الشخصي أنا نفسي إن أنا يعني جنب التوك شو، طبعا زي ما أنت عارفة التوك شو اللي هو برامج الكارنت أفيرز، الأحداث الجارية والحوارات والمناظرات ومحاورة الشخصيات المهمة دي، دي حاجة في ناس في الخارج يعني في أوروبا وفي أمريكا وفي في كل الدول اللي احنا يمكن اقتبسنا منهم كل البرامج دي. يعني في ناس بتقعد لغايه لما بينهوا مشوارهم الكارير او مشوارهم المهني بيفضلوا يعملوا نفس لاري الحكايه. لاري كينج فضل لحد مثلا 70 او فوق ال 70، لا اكتر، 72 لغايه حاجه 70 72 سنه. وعلى فكره لاري كينج كان بيعمل حاجه كانت بتضحكني جدا، لان هو عنده 70 سنه كان بيطلع يعمل برومو على الشاشه كان بيقول لك I'm still warming up، يعني هو عنده 70 سنه لسه بيسخن، يعني لسه ما نزلش الملعب. طب هينزل الملعب امتى هو عنده 100 سنه؟ يعني كان بجد كانت حاجه بتضحكني يعني. بس طبعا اكيد هو كان لاين كده، هو اعتزل 2010 وعمل حاجه تانية بعد كده، بس لاري كينج 2010 وقفوا على السينما. ف يعني نفسك تعمل ايه؟ نفسي يبقى في حاجه موازيه للبرامج السياسيه. انا حاسس ان انا عندي يعني رغبه وعندي طاقه ان انا يعني ربنا طبعا يعني قدرني ان انا اعمل حاجه زي كده جنب البرنامج، لان انا مساله انك يبقى عندك برنامج، يعني انا مش هقول لمنى الشاذلي يعني ايه عندك برنامج مسائي على الهواء كل يوم، لان انت يعني اكتر واحده تبقي عارفه حاجه زي كده باعتبار تجربتك في في في, في العاشره مساء وفي جمله مفيده وفي برامجك بشكل عام. فانا نفسي بقى ان انا يبقى عندي حاجه موازيه ان انا اعمل برنامج تاني كده اعبر فيه او اعيش فيه او احقق فيه اللي انت شايفاه دلوقتي ده، ان انا اكون منطلق، ان انا اكون مش عايز اعمل اعتبارات سياسيه، ان انا اتواصل مع جمهور زي الجمهور الجميل اللي موجود معانا، ان يبقى فيه كده البعد الانساني. فاهم ازاي؟ ما يبقاش كل حاجه خناقه وبتاع. طب انا بقدم لك عرض اهو، تعالى قدم معايا البرنامج ويبقى معكم منى ومعتز. الله، ده هو ده بقى يبقى الكلام، هو ده يبقى الكلام. قبل يعني قبل ما الحلقه دي لمحه كده عن الريجيم اللي خسسك 30 كيلو في قد ايه؟ في 8 شهور. 8 شهور، طب ده كويس، ده صحي يعني ما اخدتهمش يعني فتره كويسه. لا ما هو طبعا اهم حاجه ان هو كان بالتدريج يعني. الريجيم عباره عن 3 وجبات رئيسيه، وما بين الوجبات الرئيسيه دي فيها حاجه بيسموها بالانجليزي سناك، يعني تاكل في وسط الوجبتين بس حاجه صغيره، مش تاكل يعني تدبها في وسط الوجبتين، لان ده معناه انك هتاكل 5 وجبات وده مش مطلوب. والاكل كله عباره عن انك بتمنع السكريات تماما. خلي بالك السكريات دي مصيبه. وتاكل كربوهيدرات، تاكل نشويات وكل حاجه. بس بكميات قليله قوي. وحتى البروتينات تاكليها بس بكميات، خلي بالك يا منى انا اكتشفت حاجه، الكميات مهمه قوي، لان الكميات بتكبر المعده، الكميات بتخلي المعده تتعود دايما على انك انت ما بتشبعيش الا لما تاكلي الكميه او الدوز الكبيره. بعد شويه المعده دي على فكره زي حالاتنا زي الانسان بتتدرب، تقعدي تدربيها على سلوك جديد يعني. ويحصل حوار بقى بينك وبين بطنك، يا بطني انا النهارده مش هاكلك كل ده، يا بطني انا النهارده فهي تقول لك اكلني انا محتاجه اكتر، انت ايه اللي بتعمله فيا ده؟ اقول لها معلش يا بطني استحملي عشان بعد كده البنطلون هيدخل فيكي كويس، حاجات كده يعني يحصل حوارات. احنا كنا بنتكلم والحقيقه كنت بقول الاعلامي معتز الدمرداش ان انت قدمت برامج سياسيه، قدمت برامج مسابقات، عملت معايشه، قدمت مسلسلات يعني اعلامي في دراما، ناقص بجد تقدم برنامج طبخ على سي بي سي صفر كمان على سي بي سي صفر. والله لو الدكتور سيد البدوي يوافق على حاجه زي كده انا ما عنديش مانع، في ظل التحالفات والكيانات اللي بتحصل ما بين القنوات. وانا بمناسبه انا بهذه المناسبه جداً. انت دخلت التحالفات الاعلاميه في البرنامج في الطبيخ، دي اهم حاجه. احنا بجد استنينا، احنا اندمجنا. لا انا اندمجته على ايه؟ انت جايباني يعني النهارده تعملي معايا انترفيو او حوار في برنامجك، ولا جايباني
مش انت بتحب عندك روح نلخبط المغامرة العقد بتاعي عشان انت عندك روح المغامره وعندك الاقدام وعندك روح التجربه. طب ما انا عارف، بس انا برضو عندي روح الالتزام بالعقود، وبالتالي لما هعمل برامج هعملها في مؤسسه تلفزيون الحياه. يعني هتطبخ في الحياه؟ لا، ما انا اطبخ بقى في الحياه بقى، انا حر انا وهم نعمل اللي احنا عايزينه. طلعت منها. مع احترامي وحبي طبعا للسي بي سي اكيد. بس انت هتعمل مسلسل هيتعرض على كل القنوات. مظبوط. بس المسلسل ده يعني مش اكسكلوسيف لقناه معينه، ده كده ودور بس مؤقت في حلقه واحده يعني، انما عشان اعمل برنامج، وبرنامج يعني ايه، يعني حاجه منتظمه. فانا ما اقدرش ان انا اعمل، انما هو سيبك من التفاصيل، بيقول لك ذا ديفل از ان ذا ديتيلز، الشيطان يكمن في التفاصيل. انما احنا الفكره بشكل يعني عام بجد يا منى بشكرك عليها، وانت اديتيني فكره حلوه، ولو حصل ان انا فعلتها ونجحت انا اول واحد هاجي هنا وهقول لك انها نجحت ونعمل لقاء تاني. اتمنى ده. تمام. احنا فضلنا سنين كتير نتنافس. تمام. بس حقيقي لا يوجد بين هذا الاعلامي وانا الا كل معزه ومحبه واحترام متبادل. انا بشكرك شكر جزيل. معتذر جدا. ببكره جاي. ولو ما حدش فينا بيختار اهله، ولا حدش فينا بيتولد في البيئه اللي هو عايزها. اما الناس يشوفوني صغير بس انا كبير، واحنا قدام مواهب عشان اوريهم ان مفيش حد احسن منهم. القسوه دي ما تخليكش تبقى كاره البلد او المكان. اتوقف عن الكوره، اشعر كاني ميت. حاجه عليا بضحك عشان اولا حباك.